السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثالث من درس الـ HTML والـ CSS. هنا وضعنا ديف، طبعا قلنا الديف يقوم بأخذ كل ما بداخله ونقوم بالتعديل عليه في الـ CSS. وضعنا هنا أولا H1 الذي هو يقوم بجعل النص كبير وفي المنتصف، وأحضرنا الـ B أيضا التي هي الباراجراف، طبعا كلتاهما داخل الديف. الآن نذهب إلى الـ CSS ونقوم بالتعديل على الخصائص. طبعا في هذا الدرس سنقوم بالتطرق إلى الوراثة، يعني الديف هو الأب الأساسي، سيقوم بتوريث الخصائص إلى الـ H1 والباراجراف. فنستدعي هنا الديف، نستدعي الديف كما هي طبعا بدون كلاس بدون ID، ونكتب مثلا أنا أريد أن أكتب text align. محاذاة النص ستكون في المنتصف، وأيضا لدي المسافة بين العناصر ستكون ربما 20 بكسل، وأيضا لدي الباكجراوند كولور ستكون وليكن مثلا الباكجراوند كولور طبعا أي لون لا مشكلة أزرق، وأيضا أريد أن أختار فونت سايز حجم الخط، فونت سايز حجم الخط، أحتاج حجم الخط ربما أيضا 20 بكسل، وحدود، وبالنسبة للحدود ستكون أولا الحجم سيكون 2 بكسل، وأيضا سيكون سوليد أي ستكون الخطوط مستمرة غير مقطعة أو منقطة، وسيكون لون الحدود ربما فرضا اللون الأحمر. طيب أنا أعطيت هذه الخصائص للديف، نذهب إلى الموقع، أضغط Ctrl S ونقوم بالتنشيط. background أزرق، هنا border أحمر. طيب الآن أريد أن أورث من الأب الذي هو الديف إلى الأبناء، فماذا أقول؟ مثلا أنا سأورث من الديف إلى الباراجراف، إلى الباراجراف التي هي my name is. طيب ماذا أريد أن أورثها فرضا؟ أريد أن أورثها الخط، الحدود border، فأكتب هنا في حالة التوريث inherit، يعني هذه خاصية التوريث. طيب أريد أن أورثها أيضا الحدود، فأكتب هناك أيضا inherit وفاصلة منقوطة Ctrl S تنشيط، فأجد أنه قام بتوريث هذه الخصائص للchild أو إلى ابنه الذي هو الباراجراف. طيب مثلا هنا أنا أريد أن يكون للديف الأساسية، أريد أن يكون لها شفافية، فأكتب هنا opacity نكمل الكلمة بالأول، وربما أكتب مثلا 0.3 أو 4 هي درجة الشفافية Ctrl S، فأجد أن الديف أصبحت شفافة أكثر. طيب ماذا لو أردت أن أضع للباراجراف أيضا؟ طبعا نقوم بتقليلها قليلا، مثلا 0.1 تنشيط، نزيد، كلما كان الرقم أصغر كلما كانت الشفافية أكثر، نكتب مثلا 0.9. طيب هنا مثلا أريد أن أضع الشفافية ربما 0.5، وأعطي فأرى أن الباراجراف أو البي أصبحت أكثر شفافية من الديف الأساسية.
طيب ماذا لو أيضا أردت أن تصبح الحواف الخاصة بالديف دائرية أكثر؟ فأكتب هنا border dash radius نقطتان، مثلا أكتب هنا 50 فرضا، 50 بكسل، فاصلة منقوطة، Ctrl S، نقوم بالتنشيط، فنجد أن الحواف الخاصة بالديف أصبحت دائرية. نورث هنا للchild الذي هو الباراجراف، فنكتب هنا border dash radius ستكون inherit وفاصلة منقوطة، نجد أنها أصبحت مثلها تماماً.